بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفهمها خطأ كلمة المحراب من قول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب. ارتبط في الأذهان أن كلمة المحراب معناها المكان الذي يصلي فيه الإمام في المسجد، ويكون مجوفا أو يأخذ شكلا معينا، ولكن معنى كلمة المحراب المكان الذي يتخذه الإنسان للعبادة. فالمكان الذي يصلي فيه المسلم ويخصصه للعبادة فهو محراب، فأنت قد يكون لك محراب في بيتك.